حلو كتير لمصلحة النبشين. اليوم عم يعود بقوة بملعب صور ملعبه بالجنوب. كرة لمصلحة النبشين. جول 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 جول. هدف تاني لمصلحة فريق النبشيت. مين يلي سجله؟ هل هو كرة حلوة كتير لمصلحة النبشيت. النبشيت. الله 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 الله. النبشيت 10 على 10. وصاحب الهدف هو اللاعب رقم 10 عباس رضوان الموسوي. عم بسجل الهدف الثالث لمصلحة فريق النبشيت. النبشيت بالهدف